بسم الله الرحمن الرحيم. الطب البيطري اسمه طب وجراحة الحيوان. الجراحة مهمة، والجراحة الناجحة تستلزم التخدير، والتخدير بيساعدك ان انت تعمل الانسيشن وما يبقاش فيه ألم، ما فيش حركة، في ريلاكسيشن، في انكونشسنس. الانكونشسنس ده مهم، زي ما انت شايف تخدير الحيوان هو الذي يساعدك على اجراء جراحة عملية ناجحة ونافعة، وده سهل قوي ان احنا نوصل له، وسهل قوي ان احنا نعمل ريسترين للحيوان ونعمل انكونشسنس. مصر والفراعنة عملوا كتير قوي في التخدير، وكتبوا على الاوبيوم اللي هو الافيون، وكتبوا على نباتات اخرى، وطبعا جه الكحول وبقت تعمل تخدير، وفي ريجينال انستيزيا وانهليشن انستيزيا وانترافينوس انستيزيا، ودول كلهم مهمين لانهم انواع من الانستيزيا. في الريجنال انستيزيا زي ما انت شايف هي بتمنع الامبلسز انها توصل للمخ، وبتمنع الاحساس بالالم، ودي كان حاجه عظيمه وتقدم في الطب ان احنا وصلنا للريجنال انستيزيا بجميع انواعها ومنها اللوكال انستيزيا. طب بتشتغل ازاي؟ دي بتمنع دي بولاريزيشن، وبتمنع الاحساس في العصب، وبتعمل هايبر بولاريزيشن، والهايبر بولاريزيشن يعني الامبلسز مش ماشيه، الكهرباء مش ماشيه، مفيش كيميكال ترانسميتر. اهمهم الكوكايين اللي انت شايفه دوت، الكوكايين تكتشف بالصدفه جه على لسان واحد من العلماء اللي بيشتغلوا فعمل فيه تخدير، فهو استغل الملحوظة دي. الكوكايين موجود انما طلعت لوكال انستيك دريفاتيفز منه زي ما انت شايف، فيها الكوكايين والبروكوين والليدوكين، ودول كلهم كانوا كويسين وساعدونا في الريجنال انستيزيا. انما جه اختراع تاني جميل اللي هو الفولاتايل انستيزيا بعد اللوكال انستيك. الفولاتايل انستيزيا زي الدايسايل ايثر وزي الكروفورم اللي هم ساعات بيقدروا بيهم ايه الاطفال وفي عمليات الخطف، وعلشان كده ايه في ريستريكشن عليهم. انما الدايسايل ايثر كان فولاتايل انستيك وبيمشي في الدم ويوصل المخ ويؤدي الى التخدير، جه ويؤدي الى حاجات كتيره قوي منها خلع الاسنان والعمليات الجراحيه. جه بعد كده النيتروس اوكسايد. النيتروس اوكسايد ده كان حاجه جميله جدا، تضحك وتنبسط وتتخدر كمان. بعد كده جه بقى الاختراع الايزوفلوران والهالوسان، ودول كانوا حاجات كويسه جدا كفولاتايل انستيكس، وبنستخدمهم وبنستخدمهم في الحيوانات، بس الاكثر اللي بنستخدمه هو البروبوفول. ده انجكشن انستيك، وانجكشن انستيك كويس، بس انا محتاج معاه انالجيسيك، فبستخدم الفنتانيل اللي هو مورفين دريفاتيفز. الاثنين مع بعض الكومبينيشن ده بقى كويس. ساعات بتحتاج انهاليشن انستيك معاهم، وساعات ما بتحتاجش، انما كلهم بيؤدوا الهدف بتاعهم، تخدير المخ، الاداره المركزيه، الاحساس بالالم، بيعمل له كالمنس وبيقلل التواصل بين اجزاء المخ، وبيقطع كمان في الريتيكولار فورميشن اللي هي بتوصل الكورتكس مع البونز ومع الميد برين، فما فيش اي احساس، ويحصل الانكونشسنس، يحصل الكالمنس، يحصل البينلس، وكل ده نتيجه منع الديبولاريزيشن، بس كمان نتيجة الجابا ريسبتور بتحتل بواسطة الباربيتوريت أو بواسطة الكتامين أو بواسطة هذه المخدرات التي عادة بتعمل على الجابا ريسبتورز. وممكن من أهمهم البروبوفول اللي بيتاخد انترافينوس والباربيتوريت طبعا، وده كله بيمنع النيرف من الاندكشن، وبالتالي من الموفمنت، والموفمنت مفيش والبين مفيش، و يحصل unconsciousness للحيوان والإنسان. احنا كلنا واخدين بالنا ان الأناسيتك ليها سايد افكت كثيرة، خاصة الأناسيتك القديمة اللي جاية من الأكونايت والهيمولوك زي اي والهيمولوك، انما دلوقتي بقى فيه كوكتيل أناسيسيا، تخلط أناسيتك بأناسيتك اخر، او تدي الحيوان احتياجاته من البروفول والديازيبام اللي هتديك سموث اندكشن وتديك كمان مينتنانس أناسيسيا كويسة، فاصبح الانسيشن سهل بينلس. ودلوقتي اللابروسكوبي بقى سهل، السيزيريان بقت سهله، الكاستريشن بقى سهل، اجراء حتى ايفن الكيدني ترانسبلانتيشن والليفر ترانسبلانتيشن سهل، وده كله بيرجع الفضل ليه للانستيزيا في الطب البيطري. الانجكشن انستيك، الكيتامين والبروبوفول والزيلازين من اهم الحاجات اللي بتساعدني على اجراء اي عمليه جراحيه بنجاح تام. شكرا لكم.